الفرنسي الأشهر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق اللي خرج مؤخرا عن صمته وابتدى يتكلم وابتدى يكشف أسباب رحيله عن الفريق الملكي بعد انتهاء الموسم من خلال رسالة وداع توجه بيها لكل جماهير ريال مدريد. قال نصا كلمات بيخاطب بيها مشاعر طبعا الجماهير زي عبارات أعزائي المدريديستا، على مدى 20 عام ومنذ اليوم الأول لي في مدريد وارتديت فيه قميص النادي منحتموني حبكم وحظيت بشرف كبير كوني لاعبا ومدربا لأهم نادي في التاريخ، وابتدى بعد كده يشرح سبب رحيله. كويس جدا، خلينا بقى نروح نعرف أكتر إيه سبب الرحيل. بس خلينا نقول في البداية زيدان طبعا هو بطل مونديال 98 وهو قرر زي ما كلنا سمعناه، كان خبر طبعا البعض على السوشيال ميديا كان معه والبعض برضو كان ضد، بس ما نقدرش ننكر أن زيدان ليه عشاق في كل أنحاء العالم. سواء قرر الرحيل عن ريال مدريد، ودي مش المرة الأولى، خلينا نقول لحضراتكم دي برضو المرة الثانية بعد هنا تنازل النادي الملكي زي ما بيتقال عن لقبه بطل الدوري الإسباني لصالح أتلتيكو. هو قال أنا رحلت ليس لاني اريد التهرب من المسؤوليه او لاني تعبت من التدريب زي ما كان بيتقال عني، وبدا يحكي سبب رحيله في المرتين. قال الاولى كنت في مايو عام 2018 تحديدا وغادر وقتها الفريق لانه شعر ان الفريق بحاجه لنهج جديد، يعني البقاء على اعلى مستوى. دي المره الاولى. المره الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها والحاليه بيقول انا اغادر لاني اشعر بان النادي لم يعد يثق بي بالقدر اللي انا بحاجه اليه ولا بالدعم اللازم. فاتفق او اختلف، بس يعني كلام برضو ميك سنس، اسم كبير وربما هو شايف ان هو مش هيقدر يؤدي اكتر من كده، ف اتس تايم او اللي هو حان الوقت يعني ان هو يعتزل فكره التدريب. بس هنا سهل تستنتجي ان هو يعني ايه النفسيه بعافيه حبتين؟ طبعا ما هو مش سهله القصه من خلال برضو كلامه، لان هو كمان بالمناسبه هو كمل كمان زين الدين زيدان كمل كلامه وقال انا افهم كره القدم واعرف متطلبات فريق مثل ريال مدريد، اعلم انه عندما لا تفوز عليك ان تغادر، لكن تم نسيان شيء مهم للغاية، تم نسيان كل ما قمت ببنائه يوميا وكل ما جلبته بعلاقاتي مع كل اللاعبين ومع 150 شخصا الذين يعملون مع الفريق وحوله. وقال كمان أنا شخص أحب الفوز بالفطرة وكنت هنا للفوز بالألقاب، لكن الأهم من ذلك هو الأشخاص ومشاعرهم والحياة نفسها، ولدي إحساس بأن هذه الأشياء لم يتم أخذها في الاعتبار. كان هناك فشل في فهم أن هذه الأشياء تحافظ أيضا على ديناميكيات النادي العظيم، لقد تم انتقادي إلى حد ما بسبب هذا الأمر. طبعا دي رسالة زين الدين زيدان للجماهير بالأمس، واللي كشف فيها بعد صمت طويل كل أسباب رحيله عن النادي الملكي. طيب لو هنتكلم عن الشق بقى كريم اللي هو خاص بالجمهور شويه، كان فيه ناس كتير جدا عندها غضب يعني، وهنرجع نقول غضب الجمهور يمكن مفهوم، كلام زيدان برده بالناحيه الثانيه برده مفهوم، علاقه زيدان مع النادي الاسباني برده مش هنقدر نقول ان هي علاقه قليله او بسيطه، لا هي 20 سنه تقريبا لعب في صفوف الفريق، بنتكلم من 2001 ل 2006، بعد كده عمل كمدرب تحديدا 2016 2018 ده قبل ما يعود لبقى لمنصبه بعد تقريبا كان 10 شهور وقتها. وخلينا برده ما ننساش رغم حب الجماهير ده لأي لاعب، للاسف زيدان برضو خرج من ريال مدريد المره دي بارقام وحشه جدا يعني، كان موسم بصراحه خالي من اي يعني لقب برضو يعني، ما كانش ده ريال مدريد اللي احنا نعرفه او اللي احنا عاهدناه، فده اضافه ليه كمان خساره لقب الدوري الاسباني. وخليني اقول لحضراتكم الموضوع برضو انا هقول ان هو مفهوم او يعني متفهم يعني ميك سنس تاني، هرجع منطقي يعني منطقي جدا. ودع ريال مدريد دوري الابطال الموسم الحالي في نصف النهائي مال تشيلسي الانجليزي، واحنا كنا اتكلمنا عن برضو الماتش ده هنا في 10 الصبح في الاهلي، ودي اعتقد كلها حاجات لازم ناخد بالنا منها يعني، زيدان ياخد في الاعتبار اكيد ويقدر غضب الجمهور، لكن في كل الحالات احنا هنقول برضو لزيدان كل التوفيق، هذا الرمز الرياضي الكبير جدا العملاق جدا يعني قدم للكره العالميه هنقول مسيره كبيره وكلها كانت تقريبا نجاحات، فبس مفيش شك في كونه فعلا متفائل واحد من ايقوناته من اهم ايقونات كره القدم على الصعيد العالمي بشكل عام. طيب تعالوا بقى